وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعلم أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة إما وجوبا عينيا أو كفائيا أنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العلم الدنيوي كعلم الصناعات والحرف والحساب والرياضيات والهندسة والصناعات فهذا العلم يباح تعلمه وقد يجب إذا احتاجت الأمة إليه يجب على من يستطيع، لكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة والذي أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. المراد العلم الشرعي. أما علم الحرف والصناعات والأمور الدنيوية فهذا علم مباح من جهله فلا إثم عليه، ومن تعلمه فهو مباح له، وإذا نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه. ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ عليه يوم القيامة، لكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوصا العلم الضروري فإنه يسأل عنه يوم القيامة: لماذا لم تتعلم؟ لماذا لم تسأل؟ الذي يقول إذا وضع في قبره يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ينجو، يقال له من أين حصلتها؟ ويقول قرأت كتاب الله وتعلمته. أما الذي أعرض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا يؤجج عليه قبره نارا والعياذ بالله، ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه ويصبح في حفرة من حفر النار لأنه ما درى ولا تلى. يقال له لا دريت ولا تليت أو لا تلوت، فهو لم يتعلم ولم يقتدي بأهل العلم وإنما هو ضايع في حياته، هذا هو الذي يؤول إلى الشقاء والعياذ بالله.